طبعا احنا ممكن نديفاين الديفايس فيلير بالطريقه المعتاده، ان احنا عندنا ميكانيكال الكتريكال بايوكيميكال اور اذر سيستم ريليتد بروبلم ذات كوز ا ديفايس تو ستوب وركينج. بنتكلم على حاجه مينلي ريليتد للهاردوير بتاع الديفايس. ممكن نتكلم على بعض الحاجات اللي بيحصل فيها، مثلا ان مثلا في واحده من الترانزستورز مثلا موجوده في الديفايس دي تتحرق مثلا، فبتعمل مشكله تسبب سب اوبتيمال بيرفورمانس. ممكن مثلا المونيتور بتاع الجهاز مثلا يبقى برضو ما يبقاش شغال، يبقى معنى كده برضو ده ديفايس فيلير. انما بقى اليوز ريليتد هازاردز دي بتحصل نتيجة حاجة مختلفة شوية. Hazards دي عبارة عن hazards initiated by users during interactions with a device and resulting in unintended harm. يعني بنتكلم على ان احنا عندنا الجهاز شغال مظبوط، ما فيش اي مشكلة خالص، بس حصلت مشكلة نتيجة لاستعمال الجهاز بطريقة مختلفة او طريقة غير اللي المفروض يستعمل بيها، وتسبب كده عن unintended harm. يعني اللي كان بيستعمل الجهاز ما كانش قاصد ان هو يعمل الهارم دوت، وهو حصل نتيجة ان هو استعمله بطريقة خاطئة. فمثال على كده، اليوزر يعني may execute or fail to execute an action with an undesired outcome. يعني اليوزر نفسه المفروض ان هو كان يعمل حاجة بطريقة معينة، او المفروض ان هو ما يعملش حاجة معينة، وهو أخطأ في الموضوع ده، ونتيجة لكده الحاجة اللي حصلت ما كانتش حاجة، ما هي الحاجة اللي هو عاوزها. طبعا احنا بيبقى في عندنا يعني حاجة زي اوفرلاب بين الاثنين، يعني في عندنا اريا كده في النص بينهم ممكن يبقى فيها الاثنين داخلين مع بعض. يعني ممكن يبقى في ديفايس فيلير مع يوزر ريليتد هازارد، تبقى هما الاثنين في بينهم بعضهم كده ايه يعني كومونالتي. انما عامة المفروض ان احنا نتعامل مع دي غير دي خالص، ما ينفعش ان احنا نحط الاثنين مع بعض ونتكلم عليهم هما الاثنين مع بعض. يعني ما ينفعش ان انا مثلا ديزاين مثلا يعني سيستم بحيث ان هو يعني يعني ابقى بعالج حاجه في الديفايس فيلير، في الحاجات اللي بتحصل في الديفايس نفسها اللي هي اللي بتكلم عليها اللي هي التراديشنال ميكانيكال فيلير او الكتريكال فيلير، وابقى بادريس حاجه في اليوزر انترفيس. لا، بتبقى دي صعبه شويه، لازم ان انا افصل الاثنين عن بعض الى حد ما، وهاندل دي بطريقه وهاندل دي بطريقه زي ما نشوف بعد شويه صغيرين.